مساندة ديما حاسين بها. دابا اللي قال هذاك كيما نقول اليوم تذكرت واحد الحاجه بانه ما كانوش البريزونط ديالهم، تنظن الحضور ديالهم غادي يزيد حتى هو واحد القوه اكبر. اللي تنعاود تنكد عليه فريق الوداد بلا 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 الجمهور ديالو بلا المسانده ديالو ما كاين والو. وبغيت نشير واحد المساله اخرى حتى هي تنقول انا الاحساس ديالي بخصوص السيد الرئيس، باش نكون معكم صريح ونقول لكم الاحساس ديالي. انا جيت لهذه الفرقه او فاش بغيت نجي لهذه الفرقه اتصل بيا. شكون اللي اتصل بيا؟ اتصل السيد الرئيس، كان الكوميونيكاسيون هو الرئيس. نورمالمون تيكونوا لي ماناجير، تيكون الهضره السيد الرئيس. الثقه بيناتنا، غادي تجي لهذه الفرقه، شرف ليا بجوجنا عادل، تكلف ليا فوسط التيران، انا غادي نتكلف خارج التيران. هذا كوميونيكاسيون داس، مسؤوليه، شرف، ثقه. بدينا التراجي ديالنا، مشيت للسعوديه، نقدر نقول ما مشيتش للسعوديه، مشيت هي نهار يومين، مشيت باش نشوف، واخا تحسبات عليا النتيجه بانه ما درتش النتيجه تما، ولكن مشيت ما عرفش ليكيب، ولكن ما عليناش. دوزنا من بعد، بدينا اعتراضت الفتح، وبعد مشينا الحمد لله، ترجمنا واحد النيفو اللي زوين في هذا في الكره، ولا حتى في النتائج. من بعد الرئيس لظروف هذا سميتو بعد شويه بطريقه غير مباشره، لا يكون في العوان اللي تنقولوا، بعد شويه تحكموا فينا الاعداء اللي تنقول انا باش نخرجوا هذا، لانه اسمي تحكموا فينا الاعداء. انا جاي 26 عام من الخارج، انا شغلي هنا، ولكن الخارج انا ما عنديش انفلونس عليه، فهمتي؟ تنعرف اكثر دابا، ولكن انا عندي الخدمه ديال التيران. تحكموا فينا، داك الشيء تنقول لك مسانده الجمهور. الاعداء انا عرفت واحد الحاجه من الاعداء الوداد، كيما الجمهور ديالها كبير، الاعداء ديالها كبار، باغي يطيحوا هذه الفرقه، تيحاولوا يستغلوا ما امكن باش هذا، ولكن الله يعزنا ديالنا، ها الله يعزنا وديالنا، وحتى اللي تنعرف حتى الناس اللي هنايا، ها الله يعزهم وهذا. ومن يرجع الرئيس، رجع السي سعيد، رجع عاوتاني وتصفات القلوب، وعاوتاني قرب لينا، وهذا تنظن انه غادي تكون، ماشي تنظن، متاكد انه غادي نعاوتاني شي حاجه. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.